ارتبط اسمه بإنجازات المنتخب المغربي في مونديال فرنسا سنة 1998 قبل أن يتألق مجدداً كمدرب وطني، بعد أن قاد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة لكرة القدم إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم وبلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. ومن قلب الجزائر سطر سعيد شيبة مجدداً مجد الكرة المغربية ليعيد رسم الابتسامة على وجوه الجماهير المغربية وليسير على درب إنجازات المدرب وليد الركراكي. المسيرة الكروية لسعيد شيبة بدأت مع نادي الهلال السعودي، ثم نادي نانسي الفرنسي، ونادي كومباستيل الإسباني، ثم نادي أريس اليوناني، ونادي السد القطري، ونادي الوكرة القطري. وإلى جانب تألقه الكروي عمل سعيد شيبة بقناة الجزيرة الرياضية قبل أن يدخل غمار التدريب داخل البطولة الوطنية، وبالتحديد من بوابة فريق اتحاد زمامرة بعد تجربة تدريبية بنادي قطر القطري. تجربة سعيد شيبة مع نادي اتحاد زمامرة ستنتهي قبل 3 مواسم ليدخل تجربة أخرى بعد أن وجد اهتماما من فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي أسند له مهمة منتخبات الفئات السنية ليرد على كل المشككين في قدراته. سعيد شيبة قاد سابق المنتخب الشباب إلى نهائي الكان، ورغم خسارته من الجزائر نال تقديراً واحتراماً كبيرين، ليأتي اليوم ليقترب من نفس الإنجاز مع منتخب الناشئين الذي حجز له مكانه في المونديال. عن سن 53 يراهن الإطار الوطني سعيد شيبة على رفع علم المغرب عالياً وإعادة الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في مونديال قطر. يتوفر سعيد شيبة وأشباله على كل الإمكانيات لتحقيق هذا الرهان، وهم يواجهون في مباراة نهائية خصماً عنيداً من طينة الكبار المنتخب السنغالي.